السلام عليكم، معاكم شادي سوفت من مدونه مايكروتك العرب. بص يا رجاله، علشان في ناس كتير قوي بيسالوا انا عايز اعمل شبكه. انت عايز تعمل شبكه، يبقى انت هتشوف في البدايه خالص انت عايز تعمل ايه. تمام؟ عايز تعمل شبكه ارضيه ولا شبكه وايرلس؟ تمام. لو هنعمل شبكه ارضي، ايه اللي انت هتحتاجه؟ انت هتحتاج راوتر خط نت جاي لك من الشركه، زائد راوتر بورد تقدر توزع من عليه. طب لو انا جايب اكتر من راوتر هنعمل ايه؟ هندمج ونوزع. طيب نفهم كده من البدايه خالص ايه اجهزه الشبكات اللي هي قدامنا دي. تمام يا رجاله، دي اجهزه تردد 2 و4. يعني ايه تردد 2 و4؟ يعني لاب موبايل، لابتوب موبايل، اكسس بوينت، اي حاجه تقدر تشوفها وتقدر تشتغل بيها، دي الاجهزه التردد 2 و4. وكل جهاز هنعمل عنه شرح كامل. تمام يا رجاله، دي الاجهزه ال 2 و4. طيب هي اسمها ايه؟ تعالى هنا كده مهدي. اسمها ده البوليت 2 اتش بي، ده بوليت 2 اتش بي، وهفهمكم بيعمل ايه. تمام، ده بيكو ستيشن 2 اتش بي، وهفهمك برضو بيعمل ايه. طيب في معايا نانو ستيشن ام 2، وده قوي جدا جدا، وهفهمك برضو بنعمل بو ايه. تمام، النانو ده الكبير، ده اسمه لوكو، عشان نبقى عارفين واحنا بنتكلم على النانو واللوكو ان النانو هو الكبير واللوكو الصغير. نانو كبير واللوكو الصغير، بيفرق في ايه؟ بيفرق الباور جوه والمسافه والمدى وكل حاجه. تمام، دول اجهزه تردد 2 و4. تمام، في برضو الراوتر ستيشن برو زائد كارت الاكس ار 2، ده راوتر ستيشن برو نازل عليه سوفت مطور، زائد كارت اكس ار 2 يستحمل 50 و60 عميل اونلاين. تمام، دولا ده التردد ال 2 و4 لو انا هعمل شبكه لاسلكي. طيب لو انا هعمل شبكه برضو لاسلكي، بس دولا احنا قلنا ايه ان اقصاهم هنبقى من كيلو، كيلو ونص، 2 كيلو. طيب احنا عايزين بقى المسافات الكبيره قوي. بصوا كده يا رجاله، دي حاجه اسمها نانو بيم، مكان النانو بريدج لو الناس عارفه نانو بيم، وهوريك برضو، هعرفك عنه كل حاجه، هعرفك بيشتغل ازاي. بصوا يا رجاله، دول بيبقوا قطعتين قصاد بعض، يعني القطعه دي والقطعه دي قصاد بعض كده، معايا مسافه 25 كيلو، 25 كيلو، بس طبعا لا لاب ولا موبايل ولا اي حاجه هتشوفها. معايا هنا حاجه تانية اسمها لوكو ستيشن ام 5، نانو ستيشن لوكو ام 5، دول 4 كيلو يا رجاله، دول يعملوا كده ما بين بعض 4 كيلو. تمام، بتعرف الاصلي من الماك ومن العلامة والشعار. تمام؟ طيب في برضو في النانو ستيشن ام 5 ده 8 كيلو، دول بتحطهم قصاد بعض 8 كيلو. ايه اللي يفرق بقى الام 5 من التردد 2 و4؟ ان المجموعة دي كلها كده اهي، المجموعة البيضاء اللي احنا شايفينها دي كلها ما بيشوفهاش لا لاب ولا موبايل، هما يشوفوا بعض بس، لكن المجموعة دي اللابات والموبايل يعني الحاجات دي اللي انت بتبقى عايز تشغلها في شبكتك. طب ازاي وكل جهاز مواصفاته ايه وبيركب على ايه؟ ده هنقوله في الفيديو اللي جاي. طبعا انت بتعوز تحت بعد ما بتجيب الراوتر بتاعك بتعوز راوتر بورد. سيبك بقى من موضوع الكيسه واجيبها والرام اتحرق والهارد، في راوتر بورد 951 4 بورت وفيها وايرلس، دي بوزع من عليها، دي كده رجاله بوزع من عليها، دي راوتر بورد مايكرو تك بتتحكم في العملاء وكل حاجه. طيب في راوتر بورد اللي بندمج عليها، لو انا معايا 10 خطوط وعايز ادمج عليها اهي راوتر بورد للدمج، ده اهي، دي اللي بندمج عليها 10 خطوط، وده الاصدار الجديد اللي هو الاي يو اللي ما فيهوش اي مشاكل، والمحول لوحده. تمام يا رجاله، كل الكلام ده هنشرحه جهاز جهاز حالا، هشرح الاجهزه دي هشرحها معاكم جهاز جهاز حالا باذن الله، وهفهمك كل جهاز بتركبه بايه وبيحتاج ايه وسعره كمان ايه. اهم حاجه تتاكدوا ان اللي بتتعامل معاه لازم يكون معاك ضمان، ولازم يكون معاك فاتوره متسجل عليها كل حاجه وضمان، مش اي حد في الشارع يبيع لك لان انت ما تضمنش، ولازم تكون بتتعامل مع حد يكون ثقه. باذن الله كل جهاز من دول هنشرحه بيعمل ايه وبيركب على ايه ومسافته قد ايه وبرمجته ايه كمان. شكرا ليكم والسلام عليكم.